السلام عليكم شباب. بدنا نشرح برنامج كمان خاص بالأجهزة الذكية الأندرويد والآيفون، برنامج اسمه هير مابس. هذا البرنامج برنامج خرائط وجي بي اس. طبعا معظمكم عم بتساءل انه يعني الآيفون فيه برنامج خرائط والأندرويد فيه خرائط جوجل كمان، يعني برنامج مميز خرائط جوجل، فإحنا ليش بحاجة هذا البرنامج أساسا؟ واحنا عندنا برامج خرائط على الأجهزة وبرامج جي بي اس. هذا البرنامج أولا لنشرح عنه، خلينا نحكي بداية ليش احنا بحاجته، لأنه هذا البرنامج بيشتغل أوف لاين، يعني بدون اتصال بالإنترنت. إذا احنا بمنطقة ما معنا إنترنت أو خلص رصيد الإنترنت الخاص فينا وما فيه حوالينا واي فاي، بإمكاني أفتح البرنامج ويعطيني الطريق اللي أنا لازم أمشي فيه للعنوان المطلوب بدون انترنت او واي فاي. البرنامج طبعا بيعتمد على خاصية تحميل الخريطة على الجهاز، مثلا خريطة المانيا او خريطة المدينة اللي موجودين فيها، برلين او كيل مثلا او دورتموند. بنحمل الخريطة من خلال البرنامج، وبحاجة تسجيل حساب وتسجيل دخول. بنحمل الخريطة على الجهاز ومباشرة هو بيعمل لها ابديت للخريطة كل فترة وفترة، بس يحصل على اتصال انترنت وفينا نمشي فيه يوميا على جميع العناوين اللي بدنا نقصدها بألمانيا من غير اتصال بالانترنت. بعد تحميل البرنامج من اب ستور او من جوجل بلاي، بنضغط على البرنامج وبندخل، بيطلب مني تسجيل دخول او انشاء حساب. هذا البرنامج مقدم او مطور من قبل شركة نوكيا، الكل بيعرفها شركة نوكيا طورت هذا البرنامج واعطته للابل وللجوجل لحتى نستفيد منه. طبعا مباشرة هلا انا شغال على البرنامج اوفلاين، مباشرة اعطاني الموقع الخاص فيني اللي هو النقطة الخضراء. بروح على الخيارات اللي هي هون بيسار الشاشة، بضغط عليها، بلاقي خيارات كتير. الخيار عندي هذا الخيار داونلود مابس، بضغط على داونلود مابس تحميل خرائط. انا محمل خريطة المانيا من هون، من هذا السهم فيني أحمل خرائط دول تانية. برجع بضغط على خيارات، بروح use up offline. use up offline يعني استخدام التطبيق بدون اتصال انترنت، طبعا أنا مفعلة. تمام، بنفعلها مشان نشتغل بعد تحميل الخريطة بدون انترنت. طبعا مثل ما شايفين انا هلا عم بحرك الجهاز يمين ويسار، هو عم بيعطيني البوصلة الخاصة فيني، هذا موقعي. بضغط على هدول السهمين، سهم هيك وسهم على اليمين، بضغط عليهم لحتى اختار عنوان معين بدي اروح له. عم بقول لي from Rendsburg Landstraße، من الشارع اللي انت موجود فيه الى، او بقول لي from your location، من موقعك الى. هلا انا بكتب مثلا بدي اروح على، خلينا نقول شتوكهولم شتراسه، أو العنوان المعروف أندريه جايك شتراسه 31، بناء 31. تمام، هلا أعطاني البرنامج، في عندي بالسيارة وفي بالباص والقطار وفي مشي، برضه بدي أروح مشي. أعطاني البرنامج عم بقول لي مشي بدك 39 دقيقة، لأنه بيبعد عنك 2 كيلو فاصلة 300 متر، راح توصل للساعة 2:57 والله أعلم. طبعا بضغط على هالأيقونة هاي وبنتظر شوي، مباشرة أعطاني الطريق 2 كيلو فاصلة 300 متر، 39 دقيقة مدة المشي. في عندي هون على اليمين، على يمين الشاشة بالأسفل، ستارت وشخص عم بيمشي بالأزرق، مجرد ضغطت عليها هلا اتحول لوضعية الـ3D. تمام، مثل ما احنا شايفين هلا عم بحرك الجهاز انا يمين ويسار. بامكاني هاي الايقونة الخضراء
بإمكاني أوقف البوصلة، تمام، وأصير أمشي على الطريق الأزرق. تمام، هذا الطريق عبارة عن 3D. بإمكاني كمان، فيه خاصية جوجل إيرث، بإمكاني أنا هلأ حاطط خريطة كلاسيكية، مجرد أنا عم بمشي راح يعطيني كل الأبنية حوالي 3D والشوارع اللي أنا ماشي فيها بالتفصيل، حتى إشارات المرور، حتى الدعايات والرسومات، حتى هيك كمان بيعطيني إياهم الأبنية إذا في أبنية مركزية رسمية مثل الهوب بان هوف مثلا، مثل المؤسسات الحكومية، راح يعطيني إياها بناء كبير وأنا ماشي جنبه بالتفصيل تماما. راح نشوف الطريق مثل ما شايفين، هذا البناء، هذا بناء الهوب بان هوف، محطة القطار مثل ما احنا شايفين، عاطيني اياه 3D. طبعا اذا بحول انا لوضع جوجل ايرث راح اشوفه البناء 100% مثل ما هو موجود على الارض. شايفين هون الابنية مثلا بلشت تصير 3D طول ما انا ماشي على الطريق. طبعا مثل ما ذكرنا هذا صوفيان بلاط، هاي كل الأبنية شباب، وهذا الطريق. هلأ أنا وصلت على أمضية جايكشتغاسة، هلأ أنا من خلال التطبيق والأبنية فيني أعرف وين أنا طريقي، وين بدي أروح. هلأ الشارع اللي بعده فابريكشتغاسة على الأوسلندر، بإمكاني هلأ أمشي بكل سهولة مثل ما احنا شايفين هون. طبعا فيه ميزات كثير للخرائط، بإمكانك تحطه وضع أوتوماتيكي، يعني بالليل بيطلع ليل وبالنهار نهار. هلأ الوضع عندي أوتوماتيكي، هلأ النهار نهار وبالليل ممكن يكون ليل، وبإمكانك تثبته على وضع ليلي أو وضع نهاري. وزائد استخدام جوجل إيرث، ميزة جوجل إيرث، راح تطلع عندك خرائط 100% بالشجر مع الورد حتى اللي موجود بالطرقات. بتمنى الشرح يكون فاتكم شباب، والبرنامج جدا مفيد، وخاصية العمل بدون اتصال بإنترنت رائعة جدا. أنا صراحة يعني بأيد تحميل البرنامج هذا واستخدامه. بتمنى يكون الشرح عجبكم، وبالتوفيق إن شاء الله. يعطيكم العافية.